وللحديث أكثر عن الموضوع يلتحق بنا على المباشر السيد رشيد شماني، قائد طائرة ومدرب في أحد المدارس الخاصة. السيد رشيد، أهلا بك وصباح الخير. صباح الخير. معذرة عن الإزعاج ربما في هذا الصباح الباكر، وقد تعذر عليكم يعني التنقل إلى العاصمة، أنتم موجودون حاليا ببثنا. السيد رشيد، يعني لو نحكي من الناحية التقنية، يعني قائد الطائرة عندما تكون الرياح قوية وقوية جدا، نلاحظ في العديد من المرات خروج يعني الطائرة عن مدرج الهبوط أو ما يسمى باللغة اللاتينية لنسهل الأمر على القائد، هي لسورتيد بيست مسيو شماني. يعني هناك العديد من خروج الطائرة من يعني مدرج هبوطها، يعني الأسباب من الناحية التقنية، وهل هذا يصعب من مأمورية يعني الطيار كي يجي هابط على المدرج؟ Bon, il faut savoir que les décollages et atterrissages se font toujours face au vent. C'est une règle. À l'atterrissage, le vent, que fait le vent? Ne fait que ralentir la طائرة يعني. l'aéra. Seulement, parfois, il y a des phénomènes dangereux qui se produisent. C'est le. L'intensité du vent et la direction du vent qui changent subitement. Et donc, comme je disais, l'atterrissage se fait face au vent. Et quand il y a un changement de direction, parfois il passe en vent arrière. À ce moment-là, le freinage se fait difficile et c'est ça qui occasionne la sortie de piste. طيب السيد رشيد، يعني كي نقولوا سورتيد بيست، يعني ربما يعني مدرج الهبوط يكون ربما مشمخ، يعني كما نقولوا بالعاميه، يكون فيه امطار غزيره ربما، وقائد الطائره لا ياخذ يعني القرار يعني بسرعه لتوقيف الطائره والتي تكون ربما بسرعه كبيره قبل الهبوط على المدرج، لانه لو يحبسها مباشره حيكون هناك يعني حادث ربما سيؤدي ولا سيزعج المسافرين. من الناحيه تقنية سي رشيد، أنتم كقائد طائرة، هل انسورتيد بيس أو خروج عن المدرج هو خطأ أو ربما نقص الخبرة بالنسبة للطيار؟ كيف تعتبرونه في هذا العالم عندكم يعني؟ يعني سي با توجور اون فوت دو كوموندون بور بارفوا سي فورتوي يعني سي يا دي كا بار اكزومبل وين pour une sortie de zone, une sortie de piste, à la balle que les réacteurs sont dotés d'un dispositif de freinage aussi en plus. Il y a les freins et ensuite il y a ce qu'on appelle un autre dispositif de freinage qui se fait par les réacteurs. Les réacteurs sont équipés de ce qu'on appelle le reverse. Inverseur de poussée. Les gaz d'échappement s'échappent à l'arrière. Donc, pour freiner à l'impact, avant d'utiliser les freins, on utilise les revers, c'est-à-dire on inverse la sortie des les gaz vers l'avant et ça contribue au freinage. طيب سي رشيد، يعني parfois, ce dispositif est défectueux et le commandant de bord comptant sur ce moyen à l'impact ça ne répond pas et donc ça c'est ça qui fait que le pilote ne peut pas immobiliser son appareil comme prévu et ça fait une sortie de piste. طيب يعني سي رشيد، انتم يعني في المدارس الخاصه ولا يعني انت كمدرب، يعني هل هناك يعني حصص خاصه للطيارين الجدد على مثل هذه الحوادث وكيف يتعاملون معها يعني؟ Oui, il y a des techniques pour faire face à ces anomalies. Il y a, en parlant de vent, ce qu'on leur apprend, حنايا ou nos élèves, des fois, vous savez que les avions sont limités en intensité de vent, par exemple, quand le vent est de travers. À ce moment-là, si l'intensité augmente en vent de travers, il faudrait qu'ils sachent poser son appareil et comment. On leur apprend à mettre le manche dans le vent
le manche latéral dans le vent, et le pied contraire, c'est-à-dire l'axe ou les forces. طيب يعني ça fait maintenir la viande dans l'axe et il n'y a pas de sortie. طيب يعني نفهم من كلامك ان هناك يعني حصص خاصه للتلاميذ ربما للطلبه الذين هم على يعني على مستوى المدارس الخاصه فيما يخص هذه ربما المشاكل الطبيعيه التي تحدث مع الاجواء خاصه كي يكون الرياح قويه. طيب السيد رشيد يعني لو نتحدث فقط من الناحية التقنية، هل يعني الطائرات ربما الجزائرية، يعني شفنا العديد من الطائرات سواء الخطوط الجوية الجزائرية وحتى لبعض الشركات الأخرى، عندما تدير إن سورتيد بيست طائرة بحجم يعني بوينغ 777 أو حتى 320 أو يعني هم طائرات كبيرة جدا يعني مقارنة بقوة الرياح، يعني كيف يعني طائرة بذلك الحجم وبذلك يعني يعني الوزن الذي تأخذه معها المسافرين وأمتعة المسافرين وكل هذا ومع ذلك يعني تخرج من المدرج؟ Il y a de toute façon la balque le payard qui conduit le bâchihot la fait le ventilateur donc le il accepte bien les informations qui m'écoutent le الرياح والأحوال الجوية. إذا كان الرياح كانت قوية في par exemple pour les vents de cisaillement ممنوع عليه يروح ينطلق. يعني من البداية يعني من البداية فور تلقيه يعني الأحوال الجوية إذا كانت فيها الرياح يعني تضرب على الجهتين يعني ممنوع عليه أن ينطلق. ما يروحش. طيب. على الجهتين ولا من تالي يعني الجهة يعني من الخلف. أي فوالا. هكذاك ما يتحكمش في الطيارة خلاص يعني السرعة تاعها وزيد لها السرعه تاع الرياح ولهذا باش بور ايفيتي هذا الحادث كيما هذا الانسان يتمبوريزي يستنى يعني ينتظر صفاء الاحوال الجويه. نعم مي باسكو هاد لي فينومان سون رابيد و سي ديبلاس فاسيلمون دونك اي با سونتي فاين ينتظر شوية طيب المهم سي رشيد يعني انتم كقائد طائره الاولويه انت هي سلامه ضمان سلامه المسافرين يعني وعدم المغامره يعني بحياتهم، هذا هو يعني الهدف الاول والاخير ربما. هذا هو بالنسبه سي سا سي اسوري لا سيكوريتي دي باساجي ايفيتي لي بروبليم دي بروبليم في اللي كان اللي قادرين يهلكوا الطياره ولا. طيب السيد رشيد شماني يعني قائد ومدرب الطائره في مدرسه خاصه، شكرا جزيلا لك، كنت معنا على المباشر هذا الصباح. زميلي هارون هذا ما لدي لنهار اليوم.